اليوم راح نتحدث عن الاختناق أثناء النوم، وهو يعني من أكثر الأعراض الذي يواجهها مريض السمنة. طبعا قد يواجه فيها بعض الأحيان الموت لا سمح الله، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأمراض الأخرى. في هذه الحلقة سوف نشوف مع الدكتور عايض القحطاني، نتعرف على سبب الاختناق وكيفية حله بعد هذا التقرير. نتابع ثم نعود لضيفنا الدائم الدكتور عايض القحطاني. ينبع توقف النفس أثناء النوم من أنه أثناء الاستغراق بالنوم يسد مجرى الهواء لأوقات قد تتراوح بين 10 ثوان ودقيقتين، مما يتسبب أثناء ذلك باختناق لحظي واستيقاظ فجائي. هذا الاستيقاظ يحدث لإعادة السيطرة على مجاري التنفس والحصول على الأكسجين. يعود المصاب بعدها للنوم إلى توقف النفس التالي، وهكذا دواليك. ويرفع توقف النفس أثناء النوم من ضغط الدم ويزيد من مخاطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية وحتى الموت الفجائي. يعاني هؤلاء الأشخاص عادة من مستوى أكسجين منخفض بالدم ومن شعور دائم بالنعاس والعودة للنوم في ساعات الصباح. أحيانا يصل مستوى الإنهاك المرتفع إلى حد يصعب عليهم الأداء اليومي في حياتهم. ودائما ما يلجأ البدناء إلى أجهزة الأكسجين التي لا تفارقهم في يومهم بعد أن خلق هذا الاختناق مشاكل عدة، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني أو الاجتماعي. تشير نتائج الأبحاث إلى أنه بعد الجراحة لعلاج السمنة المفرطة، حوالي 86% من أولئك الذين عانوا من الوزن المفرط ومن توقف التنفس أثناء النوم تم شفاؤهم تماما من المشكلة. أهلا وسهلا بضيفي العزيز دكتور عايض، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير أخوي علي، وسعيد جدا بوجودي معك اليوم. نعم، بخلي الناس يسألونك الحين ويقولون آراءهم في الموضوع، راح يطلع على الشباب نحاول نقرأ أي شيء فيه. لكن كم نسبة المصابين بالاختناق من مرض السمنة؟ والله هذا يتخلف او تقديره بناء على وزن الجسم، لكن في المعدل الناس تقريبا اكثر من 45% من الناس اللي كتله جسمهم فوق ال40 عندهم انخناق او اختناق اثناء النوم، واللي اقل من ذلك يصل الى 30%، فبين 30 و45% عندهم اختناق اثناء النوم وبدرجات مختلفه. في ناس يلاحظونه وناس لا، ما تجد انه ما يعرف ان عنده هالشيء لغايه ما تجي تساله في العياده وتشوف عنده اعراض اختناق النوم. نعم، طيب كيف يتم التشخيص؟ التشخيص اولا بالقصه المرضيه، فتجد انه في ناس الشخير هو احد علامات اختناق اثناء النوم، انه يصحى الشخص مثلا في الصباح وهو مرهق ما كانه نام، لانه الاكسجين ينزل احيانا الى 50% و60% اثناء النوم وما يعرف. وتجد بعضهم يصحى من النوم، وخاصه الاطفال امهاتهم تقول احنا شفناه فجاه يصحى وبعدين يرجع ينام، او يتقلب الى اليمين زي ما شفنا في التقرير، يتقلب يمين يسار لانه ما يرتاح على ظهره، يحس انه ينكتم تماما والنفس الاكسجين ما يدخل له، فتضطر انه ينام يمين ويسار او وجهه يزرق ويصحى لانه الاكسجين يقل عنده فيصحى. فهذه اعراض، لكن التشخيص الدقيق هو انه ناخذهم الى مختبر النوم وينومون كامل في المستشفى، يجلسون ينامون طبيعي في غرفه يعني مهيئه للنوم، وتوضع تخطيط على الدماغ وعلى التنفس وعلى اجهزتهم، ويقاس مقدار الانخناق اثناء النوم والاختناق، وايضا مقدار نقص الاكسجين واضطرابات النوم، فيطلع تسجيل كامل لهم 6 ساعات أو 7 ساعات من النوم، كم نسبه الاختناق، كم درجته، لانه درجات الى تصل 15 واكثر من 15 درجه، وايضا الى نسبه الاكسجين، واهم شيء عندهم هو نزول الاكسجين وزياده ثانيه اكسيد الكربون في الدم اثناء النوم. فاذا التشخيص الدقيق هو بالفحص، وللاسف موجود في مراكز محدده في على الاقل سواء في الوطن العربي في السعوديه، وعندنا الحمد لله في جامعه الملك سعود مركز متخصص لاضطرابات النوم يتراسه الدكتور احمد بهمام. نعم، طيب الان كم المعدل الطبيعي يعني النفس يكون كم، يعني الانخفاض اللي مره مميت والمعدل الطبيعي للانسان الطبيعي كم مفروض يكون، وايضا ما هي اثار الاختناق على المريض؟
ممتاز. اولا ما مفروض ان الاكسجين ينزل اثناء النوم؟ المفروض المريض طبيعي انه اكسجينه عادي يصل اعلى من 90-95%، ما مفروض ينزل. لو قسنا الاكسجين بنبض الاكسجين ونبضه نجد طبيعي يمر بمراحل كل النوم وهو يتنفس طبيعي ويصل الاكسجين لجسمه. الناس اللي عندهم اختناق يصل الى 50-60% بدل 100% مثلا و98% تجده ينزل الى 60%. هذا لا يكفي لتغذيه القلب، الدماغ، الاجهزه، ولهذا يصحى في النوم وهو منهك، ما كان ينام، ما اخذ اكسجين، فتجد سهره وصحوه احسن من نومه. اما بالنسبه للاضرار خطيره جدا، وللاسف انه بعضها ياثر على القلب، وزياده كما ذكرت اخوي علي في مقدمتك اللي هو زياده ضغط الشريان الرئوي، وهو يعتبر من الامراض الصامته اللي ما نحسها. يعني يجيك المريض عنده اختناق يضغط على قلبه يؤدي الى النفس عنده والاكسجين في الرئتين وهذا منعدم تقريبا، ويزيد تصلب الشرايين اللي توصل الى الرئه، وبالتالي يزيد ضغط الشريان الرئوي ويؤدي الى ضغط او قله جريان الدم الى الجهات الاخرى من الجسم، وهذا كله مع الوقت نقيسه. ولهذا احنا نعمل للناس اللي عندهم مشكله بالانخناق اثناء النوم والاختناق نعمل لهم اشعه ايكو او اشعه للقلب لنشخص جهه القلب اليمنى ومدى تضخمها، لانه ممكن يصابون بتضخم في جهه القلب اليمنى، واذا وصل انه لم يعالج قد يؤدي الى فشل لا سمح الله في الجهات، بالذات في جهه القلب اليمنى، غير الاضرار الاخرى على الدماغ وعلى التركيز وعلى حتى طيب. الاطفال والطلاب نعم. في المدارس. نعم دكتور، اخيرا ما هي نسبه الشفاء من الاختناق بعد العمليه؟ وفي واحد على تويتر ظريف يقول الشخير منتشر بشكل كبير في ناس مو بزايد وزنهم وعندهم شخير، يبدو لي عندهم معاناه شخصيه من هذا الموضوع. هذا تعليق بس سريع، انا بدي بس اجابه نسبه الشفاء من الاختناق بعد العمليه. جميل، النسبة الحمد لله أنا 100%. طبعا الناس يسمعون يقولون 100% ما شاء الله، هذا ما في شيء 100%. الانتخابات العربية الوحيدة اللي 100%، لكن بالنسبة لل 99.9 عشان يعني إيش أكون صادقين، لكن فعلا هي 100%. ليش؟ لأنها لا علاقة بزيادة الوزن والآثار على التنفس، هي دهون حول الرقبة، ضعف عضلات الرقبة وعدم مقاومتها. لما الواحد ينام عضلات الرقبة خلاص تفقد، العضلات عندنا تنام في أثناء النوم، تنام ما تتحرك، فبالتالي ما عاد تقاوم. اللي هو احنا لما صاحين عندنا عضلات احنا نتحكم فيها واحنا صاحين، لما ننام تحكمنا ينعدم، وبالتالي خلاص ما عاد تقاوم الدهون والضغط وزيادة الدهون حول الرقبة ومجرى التنفس، وهذه بالذات تضيق مجرى التنفس، فيصير لها والجهاز التنفسي زي ما شاهدنا في التقرير ينزل ويسكر عليها. لما نشيل الأسباب هذه 100% يكون الشفاء، وهذه عند دراسات احنا سويناها وسواها زملاء آخرين، 100% الشفاء بعد عمليات السمنة والحمد لله. شكرا لاستشاري جراحة المناظير والسمنة الدكتور عايض القحطاني الذي يعني يمتعنا دائما في كل أسبوع بإطلالته. نلقاك الأسبوع المقبل إن شاء الله، يمكن نكون عندك في الرياض. فاصل قصير ونعود لكم بعد قليل.